السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم تذكرون حادثة القطارة المباركة مع الإمام علي، شلون تبرأت منها المرجعية والوقف الشيعي والعتبات المدنسة، وكلهم تبرأوا منها جملة وتفصيلة. قالوا على قولتهم حازم، والله هسه سمعنا منك ما ندري عنها، منو هاي القطارة ما ندري عنها، رغم أن بناء هذه القطارة تم على أحدث طراز لا يكاد يختلف عن طراز بناء الأضرحة البقية، مثل ضريح الإمام علي وضريح الحسين، المزيفات أيضا مثل القطارة. الآن أنا حضيت لي على مقطع فيديو لهذه القطارة والدعاية لهذه القطارة قبل أن تحدث هذه الكارثة بالقطارة. شاهدوا كيف يغسلوا مخ الشيعي المسكين اللي ما يعرف كوعة منبوعة، ويقشمروه ويضحكون عليه وينصبون عليه ويحتالون عليه بهذه الأشياء الوهمية اللي ما لها أساس من الصحة أصلا ما لها أساس من الصحة. وأنا أتحدى شخص من كبار عمائم الشيعة إلى صغيرهم أن يثبت لي صحة هذه القبور، فما بالك بهذه القطارة. صحة القبور، قبر الإمام علي مزيف، قبر الحسين مزيف، والعباس والعسكري وكل الأضرحة اللي تعبدونها الآن من دون الله يا شيعة مزيفة. ريح لي راسك وروح اسأل المعمم، هل هي صحيح مزيفة؟ هل نمتلك أدلة على أن هذه القبور ليست مزيفة؟ إذا أعطاك دليل على أنها ليست مزيفة تعال عاتبني. المهم الآن خلينا نستمع إلى هذه القطارة المباركة شلون كانوا يسولها دعاية أنا وياكم. تفضل شيخنا احكي لنا معجزات هذه القطارة المباركة. هي قطارة الإمام علي عليه السلام التي تقع على بعد 33 كيلومتر غربي المدينة في الطريق المؤدي إلى واحة عين التمر. بالنسبة لخدمات قطارة من المجال نقدمها للزوار، حاليا انت جاي تشوف الصحن ما شاء الله، يعني يسع مئات الزوار، وعندنا المثقفات الخارجية البرة، عندنا حتى مبيت الزوار مفري لهم المكان والأمان، يعني حتى بعض الأحيان وجبات عندنا مال غداء وجبات عشاء، فالزار من يجي لنا ما يعاني دائما يكون مرتاح، احنا خدمة لأهل البيت وخدمة للزوار. تعتبر هذه البقعة المباركة معلم من المعالم الإسلامية العامرة وواحدة من المعاجز الماثلة للعيان للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي شهدها راهب الدير المسيحي الذي عاش بجوارها في قصة تاريخية خالدة. هذا المعلم هو من معالم أمير المؤمنين ومعجزات أمير المؤمنين، وكانت بخصوص أنه لما جاء إلى صفين ومر بهذه المنطقة وكان الجيش قد نفذ الماء منه، فمر بهذا المنطقة كان راهب الآن يعدون صومعة إلى هذه المقاربة لهذا الوضع. الراهب سألوه هل يوجد هنا ماء؟ قال هناك منطقة أو حجر أو صخرة تحتها ماء، فأراد الجيش أن يرفع هذه الصخرة فلم يستطع، فجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ورفع الصخرة وخرج من تحتها الماء، وإلى الآن نرى هذه المعجزة التي تخالف القانون الفيزيائي، لأن الماء ينزو من الأعلى وليس من الأسفل. يتوافد الزائرون إليها من داخل وخارج العراق للزيارة والتبرك من هذا النبع الصافي الذي شهد الكثير من الكرامات وشفاء المرضى، حيث يقصده المحبون والسياح ليشهدوا هذا المعلم الشامخ الذي احتضنته الصحراء الواسعة من جهة وبحيرة الرزازة من الجهة الأخرى. قبل 8 سنوات جيت زرت القطارة هذه، صار موجودة حالياً، كانت بس النخلة والقطارة اللي تنقط، يعني هاي مالت الإمام علي عليه السلام، وهالسنة يعني تختلف عن السنين الباقية، ما شاء الله إعمار وزوار وناس تجي من كل، يعني مو بس من العراق، حتى من البحرين، حتى من السعودية، حتى من كل الأقطار الإسلامية. الحمد لله والشكر رب العالمين، نيجي نزور احنا ونعمه من رب العالمين، ونطالنا مرادنا ونعمه من رب العالمين، الحمد لله وشكر. وجايين هسه هم احنا نطلب مراد خاص السنه. انا والله هسه جيت هسه هاي مرتين هاي السنه، كذاك اليوم جيت وهسه جيت اليوم. زيارتي هذه القطارة امير المؤمنين لاول مره، سمعت عنها وجينا هنا، ما شاء الله يعني المكان جدا رائع، ويعني تفاجأنا صراحه بالمكان،
وهذه طبعا فد معجزة واحدة من معاجز أمير المؤمنين كثيرة يعني سلام الله عليه. لكن المكان رغم أنه بعيد لكن تفاجأنا صراحة بالمكان وترتيب المكان وخدمات المكان. من أمام مقام قطارة الإمام علي عليه السلام حسن الحر الموسوي، شيعة ويفز، كربلاء المقدسة. شيعة ويفز كربلاء المدنسة، شفت شلون يسوون دعاية يغسلون مخ الغشمة هذول المتخلفين ويوجهونهم إلى عبادة القبور. سمعت هذه العجوز تقول أنا أنطاني مرادي بس راجعة عندي شغلة ثانية غير المراد الأول، وهذا يقول المكان الضريح يعني تفاجئت. طبعا تتفاجئ لأن فلوس ماني، وهذا يقول ننطي وجبات مجانية حتى يجذب الزائرين ويصير مكان مرموق ويجي له كثير من الناس. لكن الحمد لله الذي فضحكم على رؤوس الأشهاد أمام شيعتكم وأتباعكم وطلعت لا عين ولا ما ينبع وخرطي بخرطي، وطلعت أنبوب ساحبينه من عين من بئر خارج القطارة يضخ بالقطارة ويضحك على الناس وتدعون الناس لعبادة القطارة. ومن هذا وقيس على بقية الأضرحة المزيفة اللي ما إلها أصل من الصحة. فإلى موضوع آخر إن شاء الله من مواضيع النصب والاحتيال من قبل المعممين على شيعتهم الأغبياء والمتخلفين. تحياتي لكم، ولا تنسى الإعجاب واللايك ومشاركة المقطع، وربي يسعدكم جميعاً.